الله، ايه الحكاية؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه ايه؟ الله. المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال، والمقابل، المقابل تمضي التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان حملني مش عارف تقرا. فاستيت. إلا ما أنت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. أنت مالك بقى؟ طب أنا لما أقدم التقرير ده للإدارة بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ أهو على الأقل هتسكتهم عني شهور ولا سنة، وأنا مش عايز أكتر من كده. أنا الكلام كتر عليا وأنا عايز أريح الحكومة. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفيران. بيقول لك مره واحد الفار لعب في عبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابصوا محسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. ده امضي. ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضه الحكومه؟ لا لا لا، ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. هلا انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا، لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني، أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش، أنا مش حظهره إلا إذا خنتلي. ما بلاش، ده شرطي الأساسي. أمر لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقاربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. Thank you.
الله. مديرية الأمن وحياد. ممكن اشيل الشنطه دي عندك خمس دقايق وحياه ابوك؟ ايه فيها فقفل الله. تشكر يا اخوي. انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسى اللي فات، انا كنت بعمل ايه لمصلحتي؟ احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه، والعيش تعيش عايد. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى ده؟ خشبه حبشي؟ انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش ما تزعليش، انت عصايا. انت زعزوعة عمري. انا زع هو كده اضحك يا شيخ منعول قوي الدنيا لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين احسن دول اصحاب فضل علينا. مين يا عايده؟ ده حسنين يا بابا. اتفضل. حسنين؟ انتوا مش كنتوا هنكتب الكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى انا مش فاهم حاجه. مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنزدكم دلوقتي هخلص شويه متعلقات واجي لكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عيني. لا احنا هناكل اكل. واحد ظبط واحد مسطول على الناصيه يا بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي. بعد يخبط على الباب ربع ساعه طخ طخ مراته تقول له مين؟ هو من بره. شريفه بس عاوزه توضيح. توضيح يا بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله. ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هي اللي توريني وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المره دي تبقى نصوحه هموش، وحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. الله. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عليه. انت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى التهيه هي اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام عشان انتوا كلاب. أنا كلب؟ يا خسارة، النموذج اللي أنا عملته باظ. نفسي أقابل حد فيكم ولو صدفة، هقطع خبره. جابكوا ده المية لما تتجقر تحت منكم. إيه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ أجري وراه يا عزيز أطهره، ما تخلوش غيبة عن عينك، جري! أمرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 سته تانية، ولو قفلنا عليه سي 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 سته تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانية بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم الواد ده اذا ما رجعش
لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلدوا بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. اي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقاها. اوانا في سبيل بقاها. انت مسقف انت على النعمة انت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعة، لازم تحضر لنا واحد تاني لان المكان ده سوق. الظاهر كده بيه يعني ما اكتفوش بتقرير صاحبنا الاولاني؟ ضروري يا بيه بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف بتاعنا يا بيه. راجل ايه؟ انت مين؟ انا اسم النبي حارسك وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه، احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه. اغلى راجل عندنا عايش في الهفوة يا بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بس بره مين يا بيه؟ سيبوا يا حامد. سيبوا يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساسه سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه. يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطة. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتقناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا، تيجي انت تاخده مننا سفلاء. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهرات سكرتة موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي، احكي له يا حامد. انا هقول لك كل حاجه يا سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه اللي لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليله واحده في العمر. ليله واحده في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش اي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوه مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعاده البيه لكون مساله الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجه هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده اونطه. اه اهلا يا سعاده البيت. اهلا اهلا
أهلا. تفضل يا بيه. تفضل بيتك ومطرحك. تفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعاده البيه. هنا مين؟ هنا مين يا غنى؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور، يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكره. وبيقولوا عامل فرح انتكى فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. فلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه؟ 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكرة يا ولاد. احنا عايزين نطلب الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب. عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي. مش كده؟ اه. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الأمورة ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنة الشحاتة وحشة ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوه. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكرة نتفاهم. مفيش بكرة دلوقتي حالا. طب وزي ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي. اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معاي. تصدير. شحاتها معلبة. نعم شحاتها معلبة. حوش يا عم يا بندهولك هناك. فبعد اذنكم. جاي هو. قلت ايه مش عايزين نضيع وقت. اشارة واحدة وكله ينتهي. هقول لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هبقول لك. انش دلوقتي سيبوا ابراهيم دلوقتي.
الاخبار دي؟ هو في ايه؟ قوي قوي قوي، ما يهمناش اي حاجه يعني مهما. مين دول يا حسنين؟ في الصباحيه هبقول لك. مش تفهمني بس انت بتتكلم. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا الحمد لله قاعد. في الصباحية هبقول لك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ مش عارف، انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل. ايه ده يا حسن؟ ايه؟ في الصباحية هبقول لك. صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. هو في ايه؟ الصباحية هبقول. فين؟ الصباحية. ماما كيف وقتك؟ يا موسى تعال تعال تعال. امسكوهم. أنا ماليش دعوة، دول شحاتين مع بعض. وقعت يا صفايق، كل اللي أنت عملته مع حسنين كان متراقب، وإحنا سهلنا لك المأمورية، وإدينا لك الدوسيه اللي أقنعك إنه ظابط. يعني حسنين مرشد؟ ادي الحكومة 150,000 جنيه يا غبي. ده أنت اللي غبي، ده أنا خدت 50,000 جنيه مكافأة من الحكومة. حلالي. تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك. هاتي بوسي زي بتوع السيم.
الدبيبة قاتل، 12 حادثة سرقة بالإكراه مصحوبة بسطو مسلح، سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد، الدراع اليمين لخيري، مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة، سطو مسلح أيضا، بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدوي عماشة، سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. الثلاثة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح، أنتوا عايزيني إيه؟ لو البرية إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير أوي، إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرقنا، شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا واخد جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة أوي في السجن، يا فين؟ صدقوني، جوزي ما يعرفش حاجة على الشنطة دي خالص، صدقوني! عارف يا قلنا عظمة لسانه انه خبى الشنطة عند احمد كوزة قبل ما يطلع عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطة الفلوس عشان يستلم اتصال ثانية. ماليش دعوة. وفي اخر محاولة للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم بضيف ان الثلاثة دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقة جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجارة العملة. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجة. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمة من العملات الاجنبية من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريكهم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني، ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قدوة حسنة وهو مجند في الجيش وكان من ابطال الرماية واسمه حلف الأبهة. مش هقولها لك يا حلف. انتوا عزقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكوا. انت برق ليه؟ مبرق لي انا بترعب من اللي برقلي. حنفي انا سعاد الباشا ثانيه واحده وفضلك سيبوا حنا قلتلك سيبوا من عينيا يا باشا. حبس الفراغ ها ولا هتودوني سجن تاني زي كل مره؟ اطلع قدامي قدامي يا حنفي. أنا نفسي أفهم، أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا عايزكم تسيبوني في حالي، لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر، وهو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لقى حتة يتوه فيها الأيام دي؟ وأكرهك معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي ثلاث مساجين زي الفل، ومن تحت راسك واحد بقى أعور. والتاني انتحر والتالت وديناه سراية المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعة أحكام نتحكم عليك بيها وأنت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد إيه؟ أنا ما بقتش أعد يا مؤاخذة. 15 سنة ده غير السبعة بتوع قضية السرقة اللي رميتك علينا. ما أنا كمان ما حدش يدوس لي على الطرف، أنا اللي هيكلمني هحط إصبعي في عيني عشان أكون فيها إعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره.
طب انا بقى هقعد اتصرف بيك يا حنف يا عباه. اديلك 20 جلده قدام زمايله وبعديها يترمي التقديم. 20 جلده ليه؟ وانا عملت انقلاب ده حتى نقتلها في وش غروب الوش غروب الوش. يلا ما تستنى ملحوم على ايه؟ يلا قدامي يعني اتصرفت عليكم قدامي. ده يضال أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. لا بقى دي 15 دي العشرة يا حنف. هو انت اللي بتضرب ولا انا؟ طب ايه ربنا دي 17 ايه في ايه؟ في ايه ده ايه؟ دي غلط في العادة. انت تسكت خالص كمل. عشر 11 ماشي 12 ماشي 13 14 حيث كده تتشكل فورا فرقة بحث وتتعمل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وهيقدر يعمل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلبها. وصلوك تعملت ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربية بسرينة. انت تهمتك ايه؟ سياسة؟ قلت لك ولا حاجة. انا ممكن بعد ثانية واحدة اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا انا هدق للشويش وقول له افتح وخرجني هيخرجني. الدور الباقي عليك انت. ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا أنا خلاص طلع إفراط بعد 22 سنة عارف. بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا. ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه إعدام مش كده ولا إيه؟ دي تلاقي حاجاتك بقى. من الآخر مقدم شريف بركات مباحث. أهلا وسهلا. حاجة ساعة عربي تلفزيونية كلمني. أنا اسمي حنفي اللي قدها. طلباتك خيري ورشادي وبدوي العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك. أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ إمتى؟ وازاي؟ انت وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشتغل حاجه الساعه ملحوقه. نسيت اقول لك يا حنفي خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك. بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا انت
ما تضيعش وقتك يا حنفي. عايز معايا ودي في الكلام، الكلام اخده عطا برضه. طلباتك يا قبها. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع، مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطف مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ادي احنا بندور عليهم، ما تقلقش هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويله حنفي، وده اللي خلاني اجي اسالك الاقيهم فين. مش هتعرف توصل لهم، دي عيال فاقده زي دود الارض، لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب انك تعرف هم بيفكروا ازاي. لو ساعدتني هوصل لهم. اساعدك؟ اساعدك ازاي وانا محبوس في اوضه قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ هخرجك من السجن لحد ما اقبض عليهم. مش فاهم. انا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ يا باشا احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربيه زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سارقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كان حصله ولا بتاع عربيه؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشينز. انا لا حرامي ولا مرتشي. ومش ندمان؟ اركب انا اصلا مش كاتب. اركب. هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أجدع مطعم في مصر، ناكل لقمة حلوة ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك؟ انت هتكلم قول لي دماغك فيها ايه؟ اكل الأول حنفي. اكل الأول. الحريم لسه موجود، الواحد نسي. شش. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك اعمل همك. ترابيزه. انت بتتمع ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خدت وجوزها جايين. مش انا يا مدام. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام. بلاش اغرف. Thank you.
طعم بيرة تاني يا زوق. يلا بلاش كلام فاضي، المحل باظ. يلا قوي كده. انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه، باخد حق بدراعي. حاجه تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. وطم البيضه اللي جاي فز. قوم يلا. ماشي يا باشا. متاكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجه يا باشا، الكذب خيب، انا كذبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمه انسانيه مش هنسهلك العمر كله، هجي لك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمى غلبانه وحدانيه، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، وملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف، يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا نجري قدامي. ربنا يكرمك. ان شاء الله عمتك التانية؟ لا ده بيت اهل دعاء، مرات احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاه خطفوا مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني ايه خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سنجي بسنجي بعدين نخلص المال. التحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا العيال الهربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي يا حنفي، خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا با، احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دعوات في حاله. امال جالك منين ان هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه، الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نساج.
انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. لا ده قفش وحرامي فراخ فوق. حرامي؟ اه ونبل حرام كتير. حرامي فراخ. وفي ايه؟ لا مفيش حاجه. انا لك انت ومال الحاجات دي. اه انت راجل دماغك متكلفه. مساء الخير. مساء الفل. شوف ده بقى في حمايتين وحجرين كده على مزاجك. ها عينيا. اقف طابور. اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه هو ده. طلعوه. اللي بعد. العظيم اللي مش عارف ازاي. خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي. اسمك يالا. بركات. حسن لاش ولا سعاده البيت؟ وبعدين معاك يا حاج. بركات. بطايقكم. مين فيكم الاسود؟ ده هو سعاده البيت. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح يا بيه. انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له يا بركات. انت بقى الاسود. ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه. اصبر. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين الفلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما كانت عيال. انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ حلي. ثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني حصل بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حقي بيضيع قدام عيني واقف اتفرج. انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بيعتلوش العربيه؟
ما حصلش ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايدة معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربية ملهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعة واحدة يا باشا. هجام. لا سعادة الباشا وما امسد الحل. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعادة الباشا احنا شقيانين وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك. خدهم امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. يا بيه تسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواقف عربية مسروقة؟ ما قلنا لك مش مسروقة، عربية مالهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك علي، وديني لو اتحرم عليك. صلي على النبي يا رب. صلي على النبي يا رب. صلي على النبي يا رب. صلي على النبي. صلي على النبي. لا اله الا الله. خد بالك. انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. ده ايه شيال تعبان ده؟ ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله. ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدم نهوري اخد طعمي. يلا تعيش يا باشا. تعمل ايه؟ سيبتك خلاص على وش المصايب ده؟ انت هتحط في نافوخك جد؟ وانا عاد فيها نافوخ انا خلاص؟ ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينا متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها. ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوا له لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطصوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعوهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي. لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه مالهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه ادي باكو، وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطح جنيه.
هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي الله تغيرت سجايرك طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي بس ينسف قبل المؤبر. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى كفاية أرجوك. آه يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بالناس حد الله ما بيننا وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خديه. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عيني. حالا نجيب الساعه. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عيب تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رأيك بقى هنخليهم 20% ولو زودت هيبقوا 25%؟ مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. لقليل الأدب. من كتر الكسر اللي بتأكلهولي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. هبحللك بقك ببسبوسة. لا أنا عايز أحلل بعبرة لحمة. مالك يا بركوتة؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي. منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه تانية. واعرف حاجه تانية غير السواقه. ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ كل يوم انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ أصلا من ريحة المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما شافش من الغربال يبقى أعمى. وهي لو كانت متجوزة، إيه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ تشاركينا فيها؟ أنت باين عليك فايق. دي خردة هتعمل بيها إيه؟ لمسة واحدة من إيدي أخليها لك عروسة. ليه؟ سحار؟ لا، دكتور ميكانيكي. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قال اطبخ يا جاري اكلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربيه. ماشي. مين دول؟ دول
كنت سمصر الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول فرده يعني ليه؟ انا دافع حاجه من جيبي، 100 من المزارع و100 من المعلم بلاسي. كل حموله ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربيه بطيخ تعدي لازم تدفع له. واللي ما يدفعش ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3 4 بواكي في اليوم. ارزاق يا صاحبي، دول بيكسبوا اكتر من تجار المخدرات. ان شاء الله بمية. انت دافع حاجة من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذة؟ فتح شؤون اجتماعية ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم تنزل السعر شوية عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبة تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذة، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. أربعة جنيه أربعة جنيه. يلا بيك. بقول لك ايه؟ يا حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا ده نصيبك يا بطه وده نصيبك يا زوكه وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغل حسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكه. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاسي بضمان المحصول وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمي في ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. ومالهم؟ بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين. واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي. مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في داري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها.
دول؟ دول سماسرة الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاة على النبي. شخلي معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا شخل لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القنال عشان ادفع؟ ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرج العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال. معكش ولعه؟ معايا. خليو لو بتيها روحك بدع على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش. حاضر. هاتي بخليو. العمده والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. توبنا يا بلدينا. صلاح النوبه. عشان خاطر الست؟ طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مالك. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. طب ادينا 100 بطيخه بساعه امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله، انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير، ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا، ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم دي. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص، عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي، روح اشتري من الحكومه. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه وعشرين قرش.
الاكل اللي انا اكلته ده بستة جنيه وعشرين قرش. ليه قاعده في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حته لحمه قد كده مشويه وشويه سلطه بستة جنيه. من فضلك يا انسه، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك ايه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه. من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ست بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك من ايه؟ الاما اقرع ونزها صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايه ويحبسك؟ امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني، مش شي بقشيش برضو. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفع حاجه من جيبك؟ انت مخك زين خليها جناحين. لزوم ايه اللات الوقت؟ قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز عائل مواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجي لك فين عشان ادي لك فلوس. يا ست بتدعي لي بيهم دعوتين. ليه شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علولي يعني مثلا؟ أنا ساكن في الرصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. أنا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم أنا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هيأكلوكي بالعافية؟ خلاص يبقى ميعادنا هنا بكرة. طيب. بعيدة بقى. وأنت من أهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معنانا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ عموش. مال متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحهم اخوكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على رأي المثل. كان فجر وطلع لبره. هات. هات يا سيدي، احنا قلنا حاجة؟ هات. اشرب يا سحسنين وطلع من مناخيرك. من يد من اعدمها يا جزمي. صارمة. ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمة احسن. ايه دي؟ امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم.
لا ربنا يكرمك على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك، قدام على العربية اللي جرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسويق. ده بينها ده قد. يا خليل يا غبي يا هموش. خش قدامي. اطلع فوق. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. هذه الحملات؟ أمال كانوا فين النضرجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. هذه النحس. اذني ان ده موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص خلاص. معلش خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة انت بس. هو صح الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. سرمه. ايه سرمه؟ اسمي سرمه بقى. بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والسرمه. انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ هسيبهم لمين يا عباد؟ سرمه. ايه سرمه؟ حسمهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندم؟ سرمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. هلا اقولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يسمك؟ ايه هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. طيب. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا.
خش تعالوا فرحين بدكم خيمة بعد كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخرس يا غبي. محدش من عينك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس تسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه. تمام كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه. تلميذ بشغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله. وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عينه عينه ومعروف إنه حرامي. لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله. بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخل. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس. انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي. وانني اليوم لابد اوعى يا ولا سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. Thank you.
برضه ما جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجه دي، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرضه ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت؟ وعجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ انت حمار؟ الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ اهو عجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا يعني انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما يهونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وهنديلك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اخو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السما اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل لما لضتني. وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي؟ تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر اجنبي. ده منظر واحد اجنبي. اصلهم دايما يقولوا مستثمر اجنبي. لا يعني انا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل اعمال. ايوه اعمال حره يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعريه؟ يا بنت الايه، دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغل. لا 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 شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلينها والعه. ولعت ايه بس، لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شوفت حاجه، انا شوفت حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك، لا انت واخدها. عيب ايه؟ مش حاجه بقى، مش واخد فلوس عشان شرط فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره بكره.
ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر. الهي ربنا يكرمكم. الهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. هو كده انت ايه يا كده؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت جدح انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونة لما يديلك. وانت هتنقع عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازلة راخ عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيلة كلها تعيم لكنها موهوبة. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي يا معاك بكام؟ طب يلا امشي بقى من هنا. امشي لخليهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة الدين. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نه دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. اعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا بلاش 35,000 جنيه للشقه. الو اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. ما كنت تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان. ايه بقى شمالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي لا تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عداني يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكله ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل. غير اني ارجعك السجن واسلم القضيه لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا ما اعرفش السكك المقفله يا باشا. هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معلم؟ رد عليها. طيب كلمني زي ما بكلمك. بتحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخوة بتحبك. مش عرفها من اللي لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب. وانت والهنم بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه؟ الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي. وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا.
العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. حالك انا مصدقك يا باشا مصدقك. يلا روح هات مراتك. يلا بس بقول لك حنفي عنده حق، عبلة بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه صح. مالكش دعوه بمنى وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها وتعالى اشوف لك هدم عليها لايه ما تلبسها. ما بلاش. في حفلة النهاردة كمان. حلو اشتكيت ها؟ لو أكون حد شاف عليك أنا مش عايز إحرام. ايه اللي هتعمله ده؟ عشان عايز شويه ميه مش دي قله برضه؟ قله؟ انت عارف دي تمنها كام؟ ايه كام؟ بريزه كبيره بالكتير مش قله؟ بريزه كبيره؟ دي فازه سافر من القرن ال 18 تمنها اكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ نعم يا سيدي. ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ القله دي 90,000 جنيه؟ ده احنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف؟ ولا احنا يعني مش قد الناس؟ يلا ما تبحلقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ حدش والله. بقول لك بلاش يبقى ريق انا. ما تجننيش، انا مش فايقلك. ماشي. امال مالها لامي دي؟ طبعا يا زنوكو. يلا وراها مستني. طب تترزي هنا ما تتحركش لما اجي لك. ماشي يا باشا. ازيك يا سهير؟ سهير افتكر لينا يا سهير. ازاي حضرتك غلط؟ انا ما اسميش سهير. بس اتجننت برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. ها لازم بوفيه يكون جاهز بعد نص ساعه. في شمبانيا ولا لا؟ هدي اعصابك يا خيريه كل شيء من هداوه. ايه يا ابن حبيبي؟ انت ما عندكش نظر مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه نعم الله عليك؟ ايه نعم دي؟ بتشحن نفسك. اوعى. يلا امشي، انا اتجنك اقعد هنا. حاضر. يلا امشي. مين ده؟ احتمال يكون اخو خيريه اللي عايش في امريكا. ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. شرفناك بحضرتك. ايه لسته كده؟ اللي ماشيته كده؟ يوديك لين ده اللي ساعدنين ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حلفي. حلفي القباه. نعم؟ حلفي القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعاهد؟ متعاهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوك سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليك حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الاذن اتخرم؟ ما انتوا حق عليك. ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت اي حاجه فيها تخرم بسهوله. ايه الاذون ده؟ ولا نسبه التلوث في القاهره
اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا فيهاش وزون. وزونة خرم. قال لي يا ابن خالتي مرة خرم من الأذون كنا صغارين. فكدر بقى عيني كانت أمه بقى مربية أذون فوق السطوح. خرم هو الأذون من غير أبوه ما يعرف. أبوه جه بالشغل لقى الأذون مخروم. قال له علقة. يا عبلة أنا بمر بظروف صعبة ومحتاجك جنبي. وأنا مين يقف جنبي؟ أنا كمان بمر بظروف أصعب 1000 مرة من ظروفك وأنت السبب فيها. أنا يا عبلة؟ أيوه أنت معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي أنت قادر عليه حرمني منه. أنا ما حرمتكيش من حاجة يا عبلة. لا يا أستاذ، حرمني من أبسط شيء وأهم شيء تتمناه أي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفة. وأنا قلت لك ما تخلفيش. وأخلف إزاي؟ بالمراسلة. عبلة! كده. على العموم انا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي 2 3 براحتي. يا ابني بتاع الاذون انت بتعرف الاذون. يا مدام مالك حد كلمك؟ مش ممكن مش معقول انت تالج وهنا. يا على موسى اعقل وما تهورش. اعقل ما تبقاش زي المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما بلتنيش يا موسى هرجوك طلعني كده. طب يا بنت موسى وادي اللي اقولك. المعركة تنادلنا واحنا نوزع جوه نادلنا.
جاي حاسب عالباضة دي تمنها 200,000 ازاي سيبها ماشي دي ملهاش عاد تعرفوا تعملوا كده مجنون هوبا اصحوا اللون يلا ندشدش كم مليون 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 شريف معاك دعاء لقيتوها فين ايه طيب انا جاي حالا على الحالة دي وانطبق عليها أوصاف البنت المخطوفة علشان كده بلغت سيادتك على طول ظهر ان ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف انتهت علاقتك بالقضية دي من بكرة هكلف بيها ضابط تاني ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك حاضر حنفي هرب قاتل وضوع يابا لو مرمية مقتولة في الشارع عشان ما كنتش بيصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها ابو سيدك يابا قول لي احمد الاقيه فين قبل ما يحصلها حنفي الحق اخوك يا ابني هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد اسمعني كويس يا باشا قدامك 5 دقايق مش اكتر تكون عندي دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال قلت ايه اجيلك فين ثواني وهكون عندك ما تتنقلش من مكانك لما اجيلك لو تعمل ايه هاخد طاري بايدي انت مش هتعمل حاجه خالص هات المطوه قدام البيت اللي راحت يا باشا دم ضاع ايه هروح اقدر ما تخليش الغضب يعمي عينيك هات المطوه مش قبل ما اخد طاري بايدي دي مش غابه في قانون والقانون انا اللي بمثله هنا قانون ايه اللي انت بتمثله البيت ماتت القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها يا وضيع يا حقير يا ابن الفران
اهلا يا احمد، اركب. بقولك دوقة فين؟ اوعى يفلت من ايديكوا. وصلوا على الاول. هتشوف لما تحصلها. الاحسن تروح تصير يا احمد، انتوا سهرتوا جنبه طول الليل وانا هتصل بيكم اطمنكم. يلا يا حبيبي. على فين؟ هرجعك مطرح مدينتك وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تسئل أنت استقيل. أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم. دول قتلوا مرات أخوك. وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا. إن شاء الله هيعيش. الو، صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطة الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفة يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عبلة مراتك. واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف، هيقتلوني. عبلة قدامك ساعة تجيلي فيها دارة ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك.
ومعاك الشنطة طبعا. ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة الفلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك؟ قول لي حنفي فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك يا ابني.